بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه العينة عبارة عن أحد النباتات التي درستها في السابق في فصل الشتاء. طبعا هذا النبات ينمو في فصل الشتاء، وأيضا من النباتات الزهرية مثل ما تلاحظون، يوجد زهور صغيرة جدا. طبعا يعيش هذا النبات في درجة حرارة يعني قليلة، لا يقل عن يعني لا تزيد عن 25. وأيضا بعد تشريح هذا النبات يعني اكتشفت فيه يعني يوجد تعيش فيه ميكروبات كثيرة جدا، مثل البكتيريا، الطفيليات، الفطريات، الديدان المجهرية أيضا مثل ما تلاحظون، ويوجد أيضا أوراق حمر ينتج عنها مثل ما تلاحظون. وأيضا مثل ما تلاحظون هنا في تكتل للمستعمرات الفطرية بسبب التحلل النسيجي للطبقات النسيجية. وطبعا أنا من عشاق دراسة علم الأمراض أو الميكروبات أو الطفيليات التي تسبب أمراض. طبعا هذا قد تعيش عليها أيضا أنواع كثيرة من الفيروسات، لكني لم أطلع عليها حتى الآن بسبب صغر حجم الفيروسات. نحتاج مجهر ضخم جدا لدراسة هذا الفيروسات، وأنا أنصح الباحثين بدراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة في هذه النباتات. وطبعا هذا النبات يتحمل يعني البرودة، قد تصل يعني مثلا 5 تحت الصفر، ويحتاج إلى مياه كثيرة جدا، وغالبا يعني لا يتحمل ظروف يعني التصحر أو يعني الجفاف بنسبة كبيرة جدا، كونه يعني ينمو في فصل الشتاء ويحتاج إلى مطر بنسبة يعني دورية للعيش، أو سوف يموت. مثل ما تلاحظون يوجد قطع حمر هنا، وهو أوراق لونها أحمر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.